السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في القناة. اليوم غنقدم لكم وصفة جديدة، خليكم معنا نشوفوا المكونات ديالها وطريقة التحضير. وصفة اليوم عبارة عن وصفة فرنسية الأصل، الاسم ديالها كوردون بلو. غنحتاج لها المكونات التالية: فيلة ديال الدجاج، شرائح الديك الرومي المدخن، قطع الجبن الخاص بالساندويتش، ملح وإبزار، بيض كامل. غنحتاج للدقيق ولا شابلور والزيت والزبدة. في أول مرحلة غناخد شرائح الدجاج، غنسموهم بالقليل من الإبزار والقليل من الملح، وغنحطوه في الداخل ديالهم شريحة من الديك الرومي المدخن وشريحة من الجبن الخاص بالساندويتش، وغنسدو القطعة ديال الدجاج ديالنا. وبواسطة السكين غنحاولو نتكو الوجه الفوقاني ديال الدجاج باش يدخل ليه الطياب مزيان. وغنمررو القطعة ديالنا في الطبق الأول اللي فيه الدقيق، ومن بعد الطبق اللي فيه البيض، ومن بعد الطبق اللي فيه لاشابلوغ، ومن بعد غنقليوها.
هذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم. هدفنا تكون نالت رضاكم وتجربوها وتشاركونا آراءكم في التعليقات. في انتظار دعمكم للقناة عبر الاشتراك، تفعيل الجرس للتوصل بجديد للقناة، الضغط على زر الإعجاب وتفاعلكم في خانة التعليق. خليت لكم الراحة.